والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره يسرا وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى إن وما يغني عنه ماله إذا تردى إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وسوف يرضى. الحمد لله.